يرافق علاء جده في المستشفى، لكن لديه هما آخر كبيرا. يتابع عبر الهاتف الأخبار القادمة من سجن جلبوع الإسرائيلي. والده أسير في السجن الذي ينتشر فيه فيروس كورونا. أبوي هسه حاليا موجود في سجن جلبوع. طبعا أبوي زي ما سبق وحكيت أنه بعاني شوية انزعاجات في جسمه، فأكيد عندنا تخوفات كبيرة من أنه يتعرض لهيك إصابة وهيك مرض، خصوصا بعد اللي سمعناه عن السجن في آخر فترة. أكثر من 70 أسيرا في سجن جلبوع أصيبوا بفيروس كورونا، بينهم قياديون. الفحوصات مستمرة للتحقق من وضع بقية الأسرى، وأعداد المصابين مرشحة للارتفاع. فلسطينيون يحتجون أمام الصليب الأحمر على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى مع تفشي الفيروس. يعني واضح لو عملوا الفحص من البداية لما كانت الإصابات انتشرت، يعني كان في إهمال مقصود وكان في هناك استهتار. غالبية الأسرى المصابين بالفيروس ظهرت عليهم الأعراض منذ أسبوع، إلا أن إدارة السجون الإسرائيلية تعاملت معهم على أنهم مصابون بإنفلونزا عادية، وماطلت في أخذ عينات منهم للفحص، ما أدى إلى انتشار العدوى بينهم. يقبع في سجن جلبوع الإسرائيلي 360 أسيرا فلسطينيا تأكدت إصابة العشرات منهم بفيروس كورونا. بات الخوف يأسر عائلاتهم من انتقال العدوى إليهم بحرية. عميد شحادة العربي، رام الله.